في إطار حديثنا عن مبادرة أو المشروع القومي حياة كريمة، تتضمن المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة تطوير حوالي 1381 قرية في 22 محافظة. ده أكيد بيعكس اهتمام الدولة بتنفيذ خطط التنمية المحلية، رعاية الفئات الأكثر احتياجاً، تقديم المساعدات اللازمة ليهم للارتقاء بالمستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، تمكنها كمان من الحصول على جميع الخدمات الأساسية. دكتور طارق رفاعي، معاون وزير الإسكان المشرف على مشروع تطوير الريف المصري بوزارة الإسكان، صباح الخير. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. يمكن أنا كنت في البداية بتكلم عن المرحلة الأولى، المرحلة الأولى اللي يمكن يعني خلاص إحنا على وشك الانتهاء منها وداخلين دلوقتي على المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة. المرحلة الثانية عايزين تفاصيل أكتر عنها، المحافظات والقرى والنجوع اللي هيتم استهدافها طبعا أو هيتم العمل عليها الفترة المقبلة، وحجم الاستثمارات إن شاء الله. المرحلة الثانية اللي احنا بدأنا فيها من بداية العام دي حضرتك موجودة في 52 مركز بعدد حوالي 1600 قرية، ما بين 1500 و1600 قرية، دول حضرتك بدأنا فيهم تطوير في كافة المجالات والمشروعات المقترحة، اتقسموا لجهتين للتنفيذ، الجهة الأولى وزارة الإسكان في عدد 25 مركز في 10 محافظات، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في 27 مركز في ال 12 محافظة الأخرى. بدأنا حضرتك هنا في أول حاجة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، استلمنا كافة المواقع اللازمة لتنفيذ المشروعات داخل القرى سواء من محطات رفع أو محطات معالجة، وبدأنا التنفيذ فيها فيما عدا 50 موقع، جاري التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتدبير مواقع ليهم، ومن ثم البدء في التنفيذ مباشرة بإذن الله. بالنسبة لقطاع مياه الشرب، بدأنا نحصر حضرتك كافة المشروعات المطلوب لها مد وتدعيم في أطراف هذه القرى، وبدأت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في البدء في تنفيذ المد والتدعيم لهذه الشبكات، إلى جانب إحلال وتجديد للشبكات المطلوبة، والبدء في تنفيذ محطات المياه اللازمة لتدعيم الخدمة داخل هذه المراكز. بالنسبة حضرتك للجهاز المركزي للتعمير، هيقوم بتنفيذ باقي المشروعات داخل هذه القرى. بدأنا حضرتك في الوحدات المحلية، عندنا 178 وحدة محلية عملنا فيهم مجمع خدمات، تم اعتماد التصميمات والتكلفة المبدئية لتنفيذ هذه المشروعات، اتوفر لنا 114 وحدة أرض الوحدة المحلية، بدأنا حضرتك عيناهم وبدأنا في تنفيذ 44 وحدة محلية، وجاري التجهيز للبدء في باقي الوحدات المحلية، إلى جانب التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في توفير باقي الأراضي. بالنسبة حضرتك لمشروعات الطرق، محصرنا محتاجين 1388 مشروع طريق، بدأنا في إعداد المؤسسات التقديرية ليهم وستم البدء فيهم بعد نهو كافة المشروعات المتعلقة قبل بدء الرصف. بالنسبة حضرتك للوحدات الزراعية، نفس ما هنعمل في مجمع الخدمات الحكومية هنعمل مجمع خدمات زراعية، اتوفر لنا أراضي حوالي 114 أرض فعلا عيناهم، وهنبدأ قريبا في تنفيذ هذا المجمع بإذن الله. بالنسبة للمجالات الطرق والكباري، لقينا محتاجين في داخل هذه ال 24 مركز اللي وزارة الإسكان هتقوم بتنفيذهم 460 مشروع ما بين كباري مشاة وكباري سيارات، وعيننا هذه المواقع وعملنا المؤسسات التقديرية ليهم، وسيتم البدء فيها أو بدأنا في بعض الكباري وسيتم البدء في الباقي تباعا بعد نهو التصميمات ليهم. بالنسبة حضرتك للوحدات الصحية، نسقنا مع وزارة الصحة في العدد الوحدات الصحية أو المستشفيات اللي لها تطوير أو إحلال وتجديد أو إنشاء جديد، ووفرنا الأراضي وعيناها وستم البدء فيها بإذن الله. طيب أنا بقى عايزة أسأل حضرتك يا فندم، يمكن أنا كمواطنة مصرية فخورة جدا جدا. التكلفة المبدئية للمرحلة الأولى 150 مليار. طيب أنا عايزة أسأل حضرتك يا فندم، يمكن أنا كمواطنة مصرية بفتخر جدا لما أتكلم عن المشروع القومي الخاص طبعا بتطوير القرى والريف، ببقى فخورة وسعيدة إن إحنا بنغير حياة الملايين من المصريين في مختلف المحافظات. لو جينا اتكلمنا عن المرحلة الأولى، بنتكلم عن حوالي 375 قرية بتكلفة إجمالية 250 مليار جنيه على مستوى الجمهورية. أنا عايزة أعرف بقى الناس ازاي قدرنا ان احنا نغير حياتهم،
ايه انطباعاتهم، ده انعكس ازاي على تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي بالنسبه للافراد اللي طبعا يعني اللي كانوا موجودين في المرحله الاولى. طبعا يا فندم، هو بالنسبه يا فندم لهذا المشروع زي ما فخامه الرئيس قال، هو يعتبر اضخم مشروع موجود في العالم، لان كافه المشروعات اللي كنا بننفذها كنا بننفذ حضرتك خدمات منفرد داخل هذه القرى. لاول مره في تاريخ مصر يتم تنفيذ كافه الخدمات المطلوبه داخل القريه الواحده. احنا عاوزين نخرج يا فندم بالريف المصري من ريف بلا خدمات او قليل الخدمات الى ريف متكامل الخدمات. انا هكلم سيادتك يا فندم على قطاع زي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي. لما كنا بننزل لقريه من القرى يتم تنفيذ فيها مشروع مياه او مشروع صرف صحي، في حاله بدء تنفيذ المشروع كنا نقابل بسعاده بالغه من كافه المواطنين اللي موجودين فيه، لدرجه ان الاهالي بيساعدونا في توفير اماكن لتشوين المعدات بتاعنا اللي موجوده، بيساعدونا في ان هم بعض الاهالي بيطلعهم اكل ومياه للعمال اللي شغالين في الشوارع، بيساعدوهم في بعض الاحيان. ففي هذا المشروع يا فندم احنا لما نزلنا وقعدنا معه كان في توجيه فخامه الرئيس ان احنا نقعد مع اهالي القرى ونسمع منهم، ده حضرتك خلق جسر ثقه بين المواطن في الشارع المصري وبين الحكومه، لان احنا كنا في الماضي بنفتقد هذه الثقه. كنا بنوسط جمعيات تنميه المجتمع المدني او باقي الجمعيات عشان خاطر تكون وسيط بين الحكومه والمواطن. الحمد لله الثقه دي رجعت بين المواطن والحكومه، المواطن النهارده بقى حاسس ان الحكومه حاسه بيه وشايفاه. ده مشروع بيخدم كافه اهالينا في الريف المصري، الناس البسطاء اللي اهملوا لعقود طويله جدا، ففي يعني حاله رضا عامه داخل هذه المراكز اللي بدانا فيها. وان شاء الله في مرحلتين قادمين في المشروع، المرحله الثانية والثالثة، حتى يتم خدمة حوالي نصف سكان الجمهورية من خلال هذه المبادرة بإذن الله. بإذن الله. طيب يمكن أنا معايا بعض الأرقام اللي قريتها المتعلقة طبعا بمبادرة أو المشروع القومي الأضخم حياة كريمة. هذه الأرقام أنا يعني عايزين نتوقف عندها، وعايزين كمان المواطن اللي بيتابعنا يركز على هذه الأرقام، لأنه هذه الأرقام بشكل أو بآخر هتأثر على الاقتصاد المصري، هتأثر على ده طبعا مساواة معيشة الأفراد. خفض معدلات الفقر لبعض القرى بنسبة 14%. عندنا تحسين معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50%. خدمات الصرف الصحي 37 قرية، وتحسين شبكات كهربائية لحوالي 51 مركز. يعني دلالة هذه الأرقام، وإن شاء الله بعد انتهاء من مبادرة أو المشروع القومي حياة كريمة بعد سنتين تقريبا، إيه الأرقام اللي إحنا كمان هنتوصل إليها؟ إيه المستهدف؟ هو طبعا يا فندم زي ما سيادتك قلتي، كان الهدف من تنفيذ هذا المشروع هو استهداف الأماكن التي معدل الفقر فيها متوسطه 50%. فكان في توجيه فخامه الرئيس نبدا بالمرحله الاولى اللي نسبه الفقر فيها تخطت ال 50%. حصرنا هذه المشروعات بالتنسيق بين وزاره التخطيط والتنميه المحليه والجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، حددوا لنا هذه المراكز. كان في توجيه فخامه الرئيس ان مع تقديم هذه الخدمات ان معدل الفقر حضرتك النهارده مش هيقل، فكان في توجيه للحكومه بحاجتين اتنين عشان معدل الفقر يقل. اول حاجه حصر كافه المقاولين المحليين اللي اثبتوا كفاءه في تنفيذ المشروعات داخل هذه المراكز، والاستعانه بهم، ومن ثم تشغيل اهالي هذه القرى في تنفيذ هذه المشروعات او بعض من اهالي القرى في تنفيذ هذه المشروعات. تاني حاجه اللي هتقلل حضرتك معدل الفقر داخل هذه القرى، ان احنا النهارده كان في توجيه للحكومه كامله بالاعتماد على التصنيع المحلي، ان انا النهارده حضرتك كانت اغلب المهمات الكهروميكانيكيه كنا بستوردها من الخارج، وده له حضرتك بعدين اساسيين. البعد الاولاني ان انا النهارده لو كان في الماضي ينفع ان انا اعتمد على الاستيراد من الخارج، كانت البلاد كلها الحمد لله مفتوحه وبنقدر نحدد برامج زمنيه لتوريد هذه المهمات، ومن ثم تحديد برنامج لنهو المشروع. مع قفل هذه البلاد ان انا النهارده حضرتك لو اعتمدت على اي دوله في توريد بعض المهمات، الدول النهارده حضرتك بتقفل النهارده ترجع تفتح بكره، هيبقى في برنامج غير محدد للتوريد، ومن ثم برنامج غير محدد لنهو المشروعات. تاني حاجه ان انا حضرتك النهارده انا عندي شركات اهليه وشركات حكوميه وخاصه داخل جمهوريه مصر العربيه تستطيع وبكفاءه انتاج هذه المهمات، ومن ثم اعتمادها على التصنيع المحلي. ومن هنا كان في توجيه من دوله رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق بين الهيئه العربيه للتصنيع ممثله في كافه المصانع اللي هي فيها اللي شغاله معاها، ووزاره الانتاج الحربي بكافه اجهزتها، ان يكون في لجنه مشتركه ما بينهم والتنسيق مع كافه الشركات القطاع الخاص
او الافراد اللي بيشتغلوا في هذا المجال من توريد مواسير وخلافه في تحديد كافه الجهود توحيد كافه الجهود بحيث ان نخرج ببرنامج زمني لتوريد كافه المواسير المطلوبه والمهمات المطلوبه لنهو المشروع. وده حضرتك هيساعد في تشغيل العماله الموجوده، لان المصانع دي لو كانت شغاله بورديه واحده في اليوم هتبدا تشتغل ورديتين وثلاث ورادي، الى جانب انشاء بعض المصانع الجديده للالتزام بتنفيذ كافه المهمات المطلوبه والمواسير المطلوبه في البرنامج الزمني ده، مما يعود بخلق فرص عمل لشباب هذا الريف المصري، وده حضرتك هيقلل معدل الفقر زي ما سيادتك قلت باذن الله. طيب يمكن استاذ طارق، يمكن حضرتك قبل كده ذكرت وقلت ان المبادره او المشروع القومي طبعا حياه كريمه هو مش بس ان احنا هنوصل ميه او ان احنا يعني هيكون في طرق وصرف صحي، ولكن كمان المطلوب ان احنا نحسن من الخدمات الصحيه والتعليمية في هذه المحافظات في القرى وفي الريف وفي مختلف الأماكن اللي احنا شغالين عليها، وان احنا مش هنبدأ أي مشروع في هذه الأماكن غير وفي شبكة صرف صحي في هذه الأماكن اللي احنا شغالين عليها. اي فندم، في حضرتك زي ما قلت لسيادتك ان التطوير في هذه القرى سيتم في تنفيذ فيها كافه المشروعات التي تحتاجها هذه القرى، سواء من تقديم خدمات صرف صحي للاماكن التي ليس فيها خدمات صرف صحي، مد وتدعيم لشبكات الميه في الاماكن اللي هي او في القرى اللي فيها خدمات مياه شرب فعلا، ولكن اطراف هذه القرى او اطراف هذه التوابع محرومه من المياه الشرب سيتم توصيل لها مياه شرب. لو في عندي حضرتك مركز من هذه المراكز او فيه ضعف في كميات المياه، المياه بتوصل بكميات غير كافيه، سيتم تنفيذ مشروع للمياه لتحسين الخدمه ووصول المياه لهذا المركز 24 ساعه مثل باقي الجمهوريه. بعد كده حضرتك هنخش على كافه الخدمات المطلوبه من انشاء خدمات مجمع الخدمات الحكوميه اللي هيكون وسيط بين المواطن والحكومه عشان يبدا يخلص الاجراءات اللي المواطن محتاجها من اي جهه اخرى، وده حضرتك هيعمل بعدين، البعد الاولاني ان انا هترك المواطن في هذه القرى لاداء مهام عمله، الحاجه الثانيه ان انا هقلل زحف المواطن من الريف الى المدينه او الهجره من الريف الى المدينه، وده حضرتك بيعمل ازدحام في المدن، فهنعمل مجمع خدمات حكوميه داخل الوحدات المحليه للقيام بكافه الخدمات التي يقوم بتنفيذها المركز. ثاني حاجه ان حضرتك عملنا حصر مع وزاره الصحه بكافه الوحدات الصحيه المطلوب لها اعاده تاهيل او احلال وتجديد او انشاء جديد، تمام. وتم توفير الاراضي اللازمه للانشاءات الجديده، وبنعين الوحدات اللي مطلوب لها اعاده تاهيل او احلال وتجديد عشان يتم البدء فيها ضمن المبادره. طب يا فندم احنا كمان يا استاذ طارق عندنا بتنفيذ كافه هذه المشروعات. استاذ طارق احنا عندنا كمان مشاريع قوميه زي مثلا تبطين الترع، الغاز الطبيعي، تطوير الاتصالات في هذه الأماكن، شكل التنسيق ما بين وزارة الأسكان والوزارات الأخرى علشان تنفذ هذه المشاريع القومية. وبهدف التنسيق ما بين الوزارات بيتم على مدار الأسبوع الواحد، هناك 4 اجتماعات يتم التنسيق فيهم اسبوعيا داخل وزاره الاسكان، اجتماع لل 24 مركز اللي هتقوم بتنفيذهم وزاره الاسكان، اجتماع لل 27 مركز اللي هتقوم بتنفيذهم الهندسه والقوات المسلحه، وثم بيكون في اجتماع مع معالي وزير الاسكان لمناقشه كافه هذه المشروعات سواء ما يتم تنفيذها عن طريق الهندسه والقوات المسلحه او وزاره الاسكان، وبيكون في اجتماع اسبوعي مع دوله رئيس مجلس الوزراء بحيث ان انا حضرتك بحيث ان انا نعرض عليه المشاكل المطلوب حلها بين الوزارات المختلفه. وحضرتك احنا بس نسينا نقول ان وزاره الاسكان او الهندسه للقوات المسلحه ستكون تنفيذها كلهم فيما يخصه بتنفيذ كافه المشروعات داخل هذه المراكز فيما عدا 3 قطاعات سيتم تنفيذهم عن طريق الوزارات المختصه، الا وهي تبطين الترع ستقوم بتنفيذه وزاره الموارد المائيه والري، الاتصالات والانترنت سيتم تنفيذها وزاره الاتصالات، الغاز سيتم تنفيذه عن طريق وزاره البترول، وهم حضرتك بيحضروا معانا كافه الاجتماعات التنسيقيه، وفي استشاريين موجودين على ارض الواقع لتنسيق كل جهه تبدا امتى والمتطلبات المطلوبه، بحيث ان انا لما خلص النهارده حضرتك خدمات مياه الشرب والصرف الصحي يخش بعدي بتوع الاتصالات، يخش بتاع الطرق، بتاع الاناره، الاعمده والاناره، يخش الوحدات الصحيه والوحدات التعليميه ومراكز الشباب. بعد حضرتك ما خلص كل هذه المشروعات يدخل الغاز، يوصل توصيل غاز للمناطق اللي ما فيهاش غاز، ثم رصف الطريق بين القرى وبعضها او بين القرى والمراكز بحيث ان كافه الخدمات تكون اتنفذت، ثم يتم رصف الطرق اخر حاجه باذن الله لربط هذه القرى ببعضها او ربطها بالمدن القريبه منها باذن الله.
طيب اخيرا دكتور طارق، لاي مدى المشروع القومي طبعا الخاص بحياه كريمه انعشت قطاعات التشييد والبناء، وهنا بتكلم عن القطاع العام والخاص في مختلف محافظات الجمهوريه. طب استاذ نستك معلش بس اسمعي السؤال بعد اذنك. لاي مدى المشروع القومي الخاص بحياه كريمه انعش قطاع مهم بيعتبر طبعا من اهم القطاعات اللي موجوده في الدوله، وهو قطاع التشييد والبناء. احنا اتكلمنا عن توفير فرص عمل للشباب، اتكلمنا عن دعم السيدات في هذه القرى، اهميه المشروع القومي لتطوير هذه الاماكن وبشكل او باخر هينعكس على الاقتصاد المصري وعلى حياه المواطنين. عايزين نتكلم بقى عن قطاع التشييد والبناء نفسه، لاي مدى هذا المشروع قدر ان هو ينعش هذا القطاع؟ وبتكلم عن القطاعين مع بعض، القطاع العام والخاص. ويمكن من مميزات طبعا حياه كريمه ان احنا بنشوف القطاعين شغالين مع بعض. طبعا يا فندم بقول لسيادتك هذا المشروع يا فندم نجاحه هيرجع الى ثلاث حاجات، اول حاجه الحكومه، ثاني حاجه المواطن المصري، ثالث حاجه الشركات العامله داخل مصر في كافه القطاعات المختلفه سواء قطاع التشييد او قطاع توريد المواسير او مهمات الكهرباء الميكانيكيه. الدوله كلها يا فندم النهارده عازمه على نجاح هذا المشروع في تنسيق كامل بين كافه الوزارات المعنيه وبعضها لنجاح المشروع، في تنسيق كامل بين الهيئه العربيه للتصنيع ووزاره الانتاج الحربي مع كافه الشركات الخاصة العاملة في القطاع سواء التي تقوم بتصنيع المواسير أو مهمات الكهرباء الميكانيكية أو الكابلات المطلوبة للكهرباء أو الغاز أو المواسير الخاصة بالغاز. حضرتك النهاردة نسقنا كافة هذه الجهود بحيث أن في لجنة واحدة ستكون مشتركة بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي، هي المسؤولة عن كل وزارة الإسكان أو الوزارات اللي بتتعامل معاها هتحصل كافة الطلبات المطلوبة تبعت لهذه اللجنة، واللجنة دي بدورها بتنسق بين كافة الشركات الموجودة العاملة في القطاع ووزارة الصناعة في عمل برنامج زمني لتوريد هذه المهمات لنجاح هذا المشروع بإذن الله. شكرا ليك الدكتور طارق رفاعي معاون وزير الإسكان المشرف على مشروع تطوير الريف المصري بوزارة الإسكان، أنا بشكرك على كل هذه التفاصيل.